على اثر الحكم اللي صدر اليوم في ملف الاطر العليا المعطله، سي خالد طرابلسي محامي هيئه الدفاع، شنو ممكن لك تقول لنا على اطوار المحاكمه الى حدود النطق بهذا الحكم؟ المحاكمه كما قلت يعني مرت في اجواء عاديه طبيعيه قانونيه. الحكم يمكن ان نعتبره انه فيه رد الاعتبار لهذه الفئه من الدكاتره ومن الاطر العليا، فيه رد الاعتبار يعني لكل ما جرى في حقهم في هذه الواقعه وفي هذا الملف. يمكن ان نقول انه الشكر للقضاء الذي رد هذا الاعتبار لهذه الفئه. يمكن ان نقول ان نطمئن لان عندنا قضاء نزيه وقضاء قادر وجريء على القول الحق في مثل هذه القضايا التي لها ابعاد ولها خلفيات سياسيه. سي خالد، شكون المسؤول على كون عند الاطر قضاو 11 شهر بالسجن وفي الاخر تحكمت لهم 6 شهور، شكون المسؤول على هذا الوضع؟ على كل هي ضاربه النضال، هي ضاربه النضال. الملف له خلفيات وابعاد سياسيه مرتبطه بفشل السياسه الحكوميه فيما يتعلق في ملف التشغيل المتعلق بهذه الفئه من الشباب، ولكن مع ذلك هذه تعتبر ضاربه النضال.